Nereye bir yapışa mesela en iyi yani bu sebebi tabii falan diye bir ay kuzenin ona arka bu kendi marka dayadı. Ne kadar bir şey var. Öncelikle bir ay ben ne ben 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 ده مشكلته عنده حساسية لنوع معين من أنواع الألدر اللي هو ده عايزه إيه؟ اللي كان بيجي من فايده النبي إيه؟ يمنع الراس إيه ده؟ فيتحسن وعلى فكرة ده تاني دواء أبروفد بعد النيوكسيدين يعني أنا بيجي إيه؟ في الطب نفسه يا نيوكسيدين يا فينشترايد اللي هو دواء بيمنع التحليل دي فالأنتي أندر اللي هنا رده ها مين تاني حاجة؟ قول الأكل طبعا كان في ايه ده اه كان ده بقى تمام انا قلت النهارده هنا يرد على في حاجه نزلتها النهارده ينفع فيها انت عامل سلام جاي عزيز واحده ست بسبب ان الاندر اللي عندها زاد من اي مصدر فراح محول لها الفيلاس لايه يبقى انا علاج ايه على طول؟ في حاجة واقفة فين؟ ايه؟ هتجيب ولادك ولا احفادك؟ احفادك طب ما استني شوية يا دكتور ده بعيدة؟ ان شاء الله توصلي على طول ان شاء الله الانتي اندروجين ده على فكرة الفيرست لاين في الفيميل اللي عندهم هيرشوتيزم ليه؟ ما هي دي المشكلة أصلاً عندها الأندروجين زيادة هو اللي عملها القصة دي كلها فأنا أشوف مصدره وألغيه أو أديله أنتي أندروجين صح؟ عشان كده العيلة دي يا جماعة عيلة مهمة جداً 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 وهتنفعنا في شوية أمراض في الغالب الأمراض دي متنوعة يعني إيه؟ يعني في الهيرشوتيزم ده زيادة شعر طب وفي الإيجي إيه؟ الألوبيشيا يعني الأدوية دي ما شاء الله تنفع في الألوبيشيا وتنفع في الهيرشوتيزم مفهوم؟ زي ما هنفهم حالياً في بقى حاجة تانية الاستاذه بقى معانا هنا بتقول لك ايه طب والاكني صح اه ما الاكني ده انتي اندروجين محتاج انت عشان هو في اندروجين ريزيس بص بقى ركز معايا في مربع كده عليه سيمسون مين شافه المربع ده يا جماعه كلمه عامه حتى انا كاتب ايه انديكيشن ان ديرماتولوجي وبين قوسين ان جنرال يعني عندك ايه الجلد بتاعنا فيه امراض كتيره جدا مر صح ففي امراض كتيره جدا فيها اندروجين اكزيست وساعتها الانتي اندروجين ينفع معاه زي ايه مكتوبين عندك الاكل طبعا والاي جي اي بتاعتنا النهارده طبعا الاي جي اي في منها نوعين ميل وفيميل اللي هو بتاع الستات بتاعت الرجاله ده معاكم والهيرشوتيزم اهو وفي حاجات ثانيه هيدرناتس سابيورتيز فوكس فور دايت ديزيز انا ليه بقول الكلام ده؟ انا عايزك من دلوقتي مخك يبقى واسع شويه العيله دي من الادويه هتلاقيها في الاكل وتلاقيها في الفوكس اي مرض اندروجين إيه؟ بس انا عندي في الشعر عندي الهيرشوتيزم اندروجين ديبندنت والاي جي اي اندروجين حد فاهم؟ يبقى انا بدرسهم دلوقتي عشان الاثنين دول وانت عارف بقى في المستقبل بقى هتلاقيهم مكتوبين في امراض ثانيه وده سؤال مشهور جدا احيانا بيسالوه كده يقول لك النيوريت مثلا الاندروجين ديبندنت ديماتولوجيز ايه الامراض اللي فيها ايه؟ الباثوجينيز خلاص؟ طيب تعالوا بقى نعمل خريطه كده وربنا يتولانا في بلاوي تانية بقى مثلا بروستيت كارسينوما بس خد بالك ده في حاجات بتعتمد على الاندروجين بره الجلديه كمان يعني في الطب بشكل عام انا عاملها في مربع كده بس ده بالنسبه لك انت مش ايه يعني كلنا عارفين يا جماعه البروستيت هايبرتروفي في الرجاله والبروستيت كانسر ده اندروجين ديبندنت فانا الادويه دي تنفع الانتي اندروجين وبعدين بقى يقول لك البريكوشس بيوبرتي عيل دخل في بيوبرتي بدري او الاجريسيف والكريمنال بيهيفير زي ما قلنا زمان ده له علاقه بالاندروجين البي سي او في الستات حاجات زي كده يعني انا قصدي بص الانتي اندروجين عالم كبير جدا في الطب انت النهارده بتاخد الجلديه طب مين هيوسع الدايره شويه ناخده في الجلديه كلها اللي هو مين ده سنتر طب مين يوسع الجلديه خالص او يسخن خالص ده في الطب كله بقى راس اللي انا بقول بص بقى في رسمه عندك جميله جدا مين فهم الرسمه دي عباره عن ايه بص يا شباب الرسمه دي في رموز كده في حاجة اسمها تي شايفينها؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت يا ابني محتاج علاج نفسي. ليه بتبص في الورق؟ والله ده ودي مش أول مرة. خلينا في الصفحة اللي إحنا فيها.
في بتاع كده مكتوب عليها تي. ايه التي ده؟ بص يقولك التي ده بيتحول بنزيم مشهور جدا اسمه لداي هيدرو ايه؟ حلو كده؟ خد بالك سواء ده او ده هيروح يشتغل على الريسبتور. التي يروح يشتغل على الريسبتور بتاع التي، والداي هيدرو تستوستيرون يروح يشتغل على الريسبتور بتاع الداي هيدرو تستوستيرون. الاثنين دول بيسموهم مجازا اندروجين ريسبتور. خدوا بالكم اللي مش عارف يعرف كلمه اندروجين دي عندنا كلمه عامه لكل الميل سكس هرمون، سواء تستوستيرون او داي هيدرو تستوستيرون او اشياء اخرى بقى، ايه اندروستيرون مش عارف ايه، حاجات تانية كتير ماشي. فانا دلوقتي بقى عندي يعني ثلاث مكونات، عندي التستوستيرون نفسه، الانزيم اللي بيحوله الداي هيدرو تستوستيرون 5 الفا ريدكتيز، والريسبتور اللي بيشتغل عليه الاثنين سواء ده او ده. على فكره دول ريسبتور دول ريسبتور، بس انا كولكتيفلي بسميهم دول الاندروجين ريسبتور او الريسبتور بتوع مين؟ بتوع الاندروجين. بص يا شباب انا ليه بقول كده؟ ممكن انت تساعدني شويه. العيله بتاعت الانتي اندروجين تحت في مخطط، واحنا طبعا بنحب المخططات دي. اي دواء انتي اندروجين في الدنيا حاجه من دي ليكون 5 الفا ريدكتيز انهبيتور، يعني الكلام ده بيمنع تحول التستوستيرون لمين؟ ده بيسموه كده مين يا رب؟ اندروجين انهبيتور بلوك مش عارف ايه 5 الفا ريدكتيز انهبيتور. حلو كده؟ ودول مشهورين قوي يعني كل الناس عارفاهم. فينا شترايت؟ ها؟ طب خليك ذكي، العيله دي الجا لها ايه؟ لو انت شاطر، لو المرض بتاعي انا متاكد ان دي اتش دي زي حاجه واحده بس عندي اللي هي مين؟ الانتروجين. طب استنى، في عيله ثانيه بقى بتروح تقفل الريسبتور، تقفل ايه؟ يعني تروح ماسك الريسبتور بس حد يجي يشتغل هنا. طبعا لو حد ذات العيله دي اشمل، دي اشمل؟ لان التستوستيرون يجي يشتغل مش هيشتغل. طيب هل دي مش بيقدر يقول؟ دي بيسموها اندروجين ريسبتور ايه؟ وعلى فكره في كارثه محطوطه هنا. لو انت قلت انتي اندروجين كده تقول تمييز، هم قصدهم على الريسبتور بلوكر. حد فاهم؟ التنين بيسموه 5 الفا ريدكتيز ايه؟ بص يا شباب طبعا قناه السويس بصيت، دي البصه بتاعت اللي هو عارف انت الرجاء ولا الياس على الشحاته دول كده انا تهت على طول. انا هقول لك انا حاضر هقول لكل الناس. في ناس دقيقه شويه في كلامها بتقول لك عندي عيله كبيره اسمها ايه؟ ودي حاجه من الاثنين، يا 5 الفا ريدكتيز اللي هي بتمنع التحويل هي ريسبتور بلوكر. في حاجه دي ناس واضحة وبسيطة وانت تبقى فاهم، عايز تشتغل على ده بس يبقى الفايف الفا ريدكتيز انهبيتور، عايز شغل عام يبقى ايه؟ خد الريسبتور بلوكر. اصل الريسبتور بلوكر هينفع هنا وينفع هنا، لكن مش العكس صح؟ الفايف الفا ريدكتيز لو المشكلة في التستوستيرون خلاص، ما التستوستيرون موجود والريسبتور موجود وكل حاجة. خلاص؟ في ناس بقى جيزم يقول لك ايه؟ العيلة الأكبر والأهم هي عيلة مين؟ فالعيلة دي يسميها كده هي دي الأنتي أندروجين. بس هقول لك ايه؟ عايزين ناخد او ندي العيال ده انتي اندروجين. ممكن يكون قصده على مين على طول؟ على الريسبتور. نظرك يعني ايه؟ لان المجموعه دي المجموعه الاهم والاكبر فهي كانها مجالها دي دلوقتي ايه؟ بس احنا لو بنتكلم بدقه نقول كده انا عندي ريسبتور بلوكر او عندي ايه؟ انا مش فاضي واتكلم كلام كده مش مترتب شويه. لو قلت انتي اندروجين بس يبقى قصده على مين؟ على الريسبتور بلوكر اللي هي المجموعه الاهم. مش طيب طبعا في كارثه مكتوبه كده الريسبتور بلوكر ده معين يا ستيرويد يا نون ستيرويد، يعني انت حسب تفريقها بقى، يعني هي ستيرويد ولا مش ستيرويد حسب التأكيد، يعني هي من الكوليسترول ومشتقات ولا من حاجات ثانيه. هي الستيرويد ده مشهوره جدا تسمعوا عنها بالستيرون لابتون اللي هو اسمه ايه ده؟ لابتون مالي والدروسبرينون والسيبروترون اسيتين، ده اللي كله ده هناخده. والنون سترويدال حاجه ثانيه اسمها ايه؟ فلوتامايد وحاجات زي كده في نفس العيله. خلاص؟ انا يهمني ايه دلوقتي؟ الخريطه دي مهمه جدا جدا جدا. ايه الخريطه دي؟ يا اما بقفل التحويله الفايف الفا ريدكتيز اللي اسمها انهبيتور، يا اما الريسبتور بلوكر اللي اسمها انتي اندروجين اللي هو كله اصلا انتي اندروجين. خلاص؟ طيب في حاجه مهمه جدا انا عايز اسال سؤال بسيط جدا 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 جدا
انا هعمل صفحتين كده بيزك وبعدين نخش على الامراض دي او يعني رب على الادويه دي واحده واحده. انا هسال سؤال رهيب شويه. الانتي اندروجين دي نديها للرجاله ولا للستات ولا الاثنين؟ نديها للاثنين بشرط ان يكون عندهم ايفيدنس اوف اندروجين اكزيست. يعني واحده عندها هرشيتزو بسبب اوفيريان تيومر ولا ادرينال تيومر ما تاخد الاثنين صح؟ ده او ده حسب ما انا عايز ما هشوف يعني. اي جي اي ما تاخد الاثنين. بس في قاعده. في ايه قاعده؟ الست مش خسرانه حاجه. ليه مش خسرانه حاجه؟ هي عندها اندروجين اكزيست. وحتى لو ما عندهاش اندروجين اكزيست او كان الدواء ده كمان قلل لها الاندروجين اللي عندها مفيش مشكله. مش هيأثر على السكشوال فانكشن بتاعتها. ولا ايه رايك؟ ده بالعكس ده ممكن يصلح الدنيا كمان. ليه؟ لان هي لو في اندروجين اكزيست في الميل قد في الفيميل زي الدي سي او كده ده بيعمل انفرتيلتي ويمنع الاوبيوليشن وكلام كده. طب الكارثه فين بقى؟ الراجل عنده اندروجين اكزيست هنصلحه او عنده اندروجين سنسيتيفيتي او ما عندوش حاجه من الحاجات دي عنده بروستيت هايبرفيريشن. انا لما اديك انتي اندروجين مش انا متوقع ان الوظيفه هتقل شويه كده. الرجاله بيشتكوا من سيكشوال بروبلمز في الادويه دي. بس نفسي نركز مع بعض مين اللي يعمل مشاكل اكتر؟ الفايف الفا ريدكتيز انهبيتور ولا الريسبتور بلوكر؟ ابو سليب حد فاهم ولا مش فاهم؟ حد يقول لي اقول حاجه ثانيه ولا ايه ولا تمام كده؟ يعني بص بص الست تاخد الاثنين يعني فينشترايد ميوتاشترايد سيبروترول. ده على فكره الادويه دي داخله اصلا في ادويه الست يعني الستات يستخدموه بتاع بي سي او والكلام ده كله. الرجاله بقى ركز في المعلومه دي اول تك. الراجل مهما كان ما تديلوش الا فايف الفا ريدكتيز ايه؟ ليه؟ ده بيمنع التستوستيرون يبقى مين؟ اللي هو له وظيفه ثانيه بس مش تستوستيرون. يعني قد انا مش همنع الاكشن بتاع التستوستيرون والا بقى ماسل ويبنس ومش عارف ايه والكتال ديس فانكشن والغلب ده كله. عشان كده مين يبص في الجدول ده؟ في عيله اسمها اندروجين انهبيتور اللي هم مين؟ فايف الفا ريدكتيز. وعيله ثانيه اسمها ايه؟ انتي اندروجين اللي هي الاسم الثاني بتاع مين؟ الريسبتور بلوكر. بص الله يرضى عليك عارف مش عارف الكلام ده. شوف انا لسه ما خدتش ادويه بس دي حاجات لو انت مش عارفها لا تكتب دواء ولا تخش امتحان ولا تعمل حاجه في حياتك. لان هتكتب دواء ازاي وانت مش عارف ده بتاع مين ولا بتاع مين؟ او تخش المبنى بقى كده السيمبل تقول الناس ده دي الست ده اسمه اندرو كيو ودي ده الرجاله بس خلاص دي ما ينفعش خالص خالص. ليه بقى؟ شوف كده الانتي اندروجين او يا رب الاندروجين انهبيتور اللي هم فايف الفا ريدكتيز انهبيتور يوز ان بوث مين اند ايه؟ يعني فينا اشترايت والبيتا اشترايت سيتي تايب والراجل يعرف عليه خالص مش مشكله. يجي للعيله الثانيه اللي هي البلوكر دي مش فاكر كاتب بالبولت وبلحظه كنت اقدر انا ابقى موجود جنبه كنت هرجع موجود جنبه اقول اخد بالي ده تدي لمين؟ الدكتور بس طبعا ده ضعيف السيبروترون اسيتيت اندرو كيور مش عارف ديان والحاجات دي انت عارف معناها الحمل والاشياء الاخرى اللي بتبقى ميكس دي كل ده للستات بس واخدين مين؟ حتى اللعبه دي انت حر بقى يبقى دي اول بريبوشن اهو ست كل اللي عندك طبعا ده مميزات ده لو هناخد الكلام ده. طب راجل كل ما ليش عندي الا فينا اشتراك طب يديني لا انت امر اللي بتاعت بلوكر بتاخد لا مش هينفع طبعا خالص حتى البروست هايبر بريزيا والكلام ده ياخد مين؟ ها ياخد فينا اشترايت ياخد متا اشترايت ما ياخدش عندي اندر الفرق دي. طب استنى ايه الستات بقى؟ تاخد ايه الستات؟ اي حاجه لا بس ستنت في بروكوشن بقى منيل ب 60 جيجا بقى اسم بس لكن معايا اوعى الست تكون حامل قول له ايه كده؟ ما هتبقى حامل قول له استنى بس خليني بس اقول لك خلاص حامل حامل يعني فشل حامل الست دي لو حامل بصي لي هنا يا شبتي حاجه اللي بتنزل لا حامل في ولد لا حامل في بص بص في مشكله كبيره جدا هي لو حامل في بنت الامور هتعدي شويه صح؟ اصل انت اندروجين البنت يخاف عليها لما خدنا في الاندروجين لو حد فاكر لما جينا اندروجين من بره يعني الاندروجين يعمل لها حاجه اسمها فيريلايزيشن. يعني ايه فيريلايزيشن؟ يخلي الليبيا تقفل وتبقى سكروتم والبلودرس يبقى بينس مع واخده اندروجين زي الولد. وانا قلت النهارده كلمه لو حد فاكر ان الفايف بتاع
هذا التستوستيرون ده مهم جدا في الميل جينيتال سيستم ديفلوبمنت. هي انا خايف على البنت لما يجي لها اندروجين هرمون. طب ده انت عندك مش هيبقى مشكله، عارف يعمل مشكله في مين؟ الولد. الولد ده مستني ايه؟ مستني التستوستيرون بيعمل جيت ضغط سيستم ليبيدينس والباز، ومستني داي هيدرو تستوستيرون عشان يعمل الجينيتاليا. انا لما هي تاخد الادويه دي هي ما عندهاش مشكله كست انها تاخدها، ولو حامل في بنت الامور عادي خالص، هما الاثنين ستات مع بعض والامور تمشي. المشكله الولد اللي جوه ده هيروح لانتي اندروجين، لا اما يمنع داي هيدرو تستوستيرون، لا اما يمنع التستوستيرون اكشن، لا اما يمنع الكلام ده كله. فتلاقي الولد احصابه غريبه جدا، يحصل له فيمينايزيشن للجينيتاليا بتاعته. عشان كده نقرا البريكوشن دي مع بعض في الاول. شوف انا لسه ما شرحتش حاجه، بس الكلام ده اللي مش عارفه عارف ليه كده قرفان منك كده، مش اكلمك كده زي ما دي تبقى قرفانه مننا كده اهو، وريهم نفسك كده. بص بقى يقول لك ايه، اول انتي اندروجين. بص يا مصطفى، مكتوب كلمه اول بكابيتال وتحتها خط، يعني ايه اول؟ على فكره لو حد كده بيلاحظ شويه، انا الجدول كنت قاسمه وبعدين عملته حته واحده. يعني الكلام ده معناه ان ده او ده، يعني 5 الفا ريدكتيز، اندروجين ريسبتور بلوكر، عفريتيز، سايكلو عفريتيز، نون، مش عارف اي حاجه، اللي هي الستات ممكن تاخدهم كلهم. قال لك دول كلهم ممنوعين اثناء ايه؟ الحمل، علشان حاجه واحده بس، فيمينايزيشن اوف ذا. حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ يعني لو حامل في بنت مفيش مشكله، بس انت مش عارف او هتعرف متاخر او ما اعرفش ايه. هو من الاول واحده حامل ما تاخدش، شغلوا لهم مش تاكل. الناس هتساعدنا مش هتساعدني، دي اول معلومه. يبقى نقول تاني كده، والكلام ده مهم جدا جدا جدا، يعني المربع ده خلينا نحط عليه سيمسون كمان من عندنا كده. كله ركز معايا، كله ركز معايا. واحد جاي راجل بيجي له لازم اعمل ايه؟ فولو اب، صح كده؟ ولو هي تاخد الدواء وهي مش حامل لازم تاخد ايه؟ كونتراسبشن، عشان ما تحملش وهي بتاخد ايه؟ الدواء. مفهوم الحته دي؟ عامل زي الايدر تكنولوجي كده، ما ينفعش ندي لواحده حامل ولا تبقى حامل اثناء فتره العلاج. مين؟ لمين؟ طيب المعلومه الثالثه، كلنا عارفين الاندروجين بتعمل ويت جين، صح؟ ويت جين؟ انا بقول لانها انا بقول الاسبرانس، حتى الناس اللي هم في الكونتين وكده بياخدوا حاجات عشان يجمع الضغط وكده ويعمل حاجه. بص انت فهمت يعني صوديوم ووتر ريشن اللي هو تبع ايه؟ تبع الجروب بروتوكول. قصدي يا ربي تبع مش الجروب بروتوكول، تبع الاسترويد هرمون بشكل عام، سواء كانت جروب او هيدرال او كلام. عشان كده بقول لك ايه دايما، انت لو جيت بتجيب الستات او حتى الرجاله، بس خد بالك الستات اكتر لو هي اوبيز او هايبر تنسل او الكلام ده كله، خارجه الكونتر انديكيشن ناخد بالنا ان هو نفسه يعني ايه وين دول وصوديا كونتر انديكيشن. في معلومه ثانيه، طبعا الناس دول نعمل لهم ايه؟ اندروجين بروفايل و قبل ما نبدا عشان نعرف قرار العالي ولا قليل. لا ما هو خد بالك نعرف كمان شويه، اللي هو مثلا بتدي فايف اي لعبه في الباسورد بتاع الاندروجين ناخد بالنا من الكلام ده. كل حاجه خدي بالك، انا لابس عندي اندروجين واحده السايكل بتاع الاندروجين فهمتوا لعبه؟ الجدول ده باختصاره ايه؟ هنفهم الكلام ده حالا. الجدول ده باختصار المجموعتين دول الرجاله ما ياخدوش الا ال 5 الفا ريدكتيز انهبيتور، الستات ممكن ياخدوا الاثنين، غير ممنوع تاخد اي حاجه اثناء الحمل. خلاص؟ طيب ناخد معلومه كمان،
بصوا بالمره 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 ما نقفل سنه كده مش عارف انا مش انا مستمع نفسي اصلا. بصوا يا شباب انا سعيد شويه لما اقول في اندر ماركتنج في العالم كله هم حاطين اثنين يا البلوكر فينا اشتريت و البلوكر للانزيم يعني اللي هو مالتينا اشتريت والبيوتا اشتريت تحتاج بتقفل البلوكر زي ايه السيبرترول والاندر تول والكلام ده كله. في ادويه اخرى بيسموها اذر انتي اندر بيسموها ايه؟ بالمره كده بيسموها اذر يعني هي ليها انتي اندر بس الله يقطع عليك مش تبع مين؟ تو باسوي المجموعتين دول ومش كده وبس الانتي اندر الديفكت بتاعهم حاجه ثانويه زي ايه مثلا؟ اللي خد معايا انتي فاندر مين سمع عن التيتوكونازول الجميل ده؟ الله يرضى عليك انا دلوقتي مش هجيب واستخدمه كانتي اندرجين هو اصلا كان انتي فانجر ولو سايد افكت انتي اندرجين بالنسبه للفانجر مش مستحب وانا لو عايز ادي انتي اندرجين ما ادي حاجه قويه هو ده فاهمين؟ اذر مين سمع عن الدواء المشهور جدا اللي هو الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج ده اللي هو بتاع السكر هو الادويه كلها بيشتغل على الاوبيزيتي فبيزود السنسيتيفيتي ما اعرفش ايه كده يعني هتلاقي ادويه ثانيه يقول لك ايه مثلا طب ما انا ادي اورال كونتراسبتيف بيلز على فكره يا جماعه الاورال كونتراسبتيف بيلز الناس تبص لي هنا بقى مش السؤال المهم هي اصلا فيها استروجين وبروجسترون ممكن بروجسترون بس او بروجسترون وايه ودي بتشتغل ازاي بتنهبت الباسوي الاي سي تي اتش والكلام ده كله فبتقلل الاندروجين برودكشن ده ما نفهم دلوقتي في الست ولا في الراجل ده ما ياخدهاش ما فيش كده تاخد لكن هياخدها ليه؟ لما تقول لنفسك خلاص انا قصدي يعني الميت فورمين الرجاله والستات ياخدوها الكيتوكونازول الاثنين ياخدوها لو احنا هنيجي يعني الاورال كونتراسبتيف بيلز يا جماعه دي الستات بس ما نديهاش لمين؟ للرجاله انا قصدي لما نديها للستات هي بتروح تمنع الباس واي اللي اسمه ايه مش فاكر هايبو سلامي وبيريان اكسس فبتقلل الاندروجين والكلام ده كله انا قصدي لو واحده ست كمان بقى عندي اختيارين وممكن اديها كمان هي ايه؟ اورال كونتراسبتيف بيل كان في زمان دواء كده بيتك اسمه سايمتيلين ده تبع الاتش تو بلوكر ده كان اقدم واحد فيهم وده كان زمان بطلوه عشان هو له انتي اندروجين برضه يعمل زي نيكوماسكيا وبتاع طبعا لو حد خد باله الدواء ده جاب الادويه ايه؟ الادويه سيئه السمعه الى حد ما مش كلهم يعني الادويه اللي كانت دي هي ليها حاجات ثانيه بس كسايد افكت انت ايه؟ ما هياش بوتنت قوي لدرجه انها تبقى فاهم؟ باستثناء الاولى كونتراسبتيف بيلز بصراحه يعني مفهوم الكلام ده؟ يبقى انا دلوقتي بقيت مصفح جدا 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 اغلب الناس تبص لي انها تستهدف بالله انا عارف ايه شغل الانتي اندروجين بقى عشان ما تقولش حاجات بتمنع الساي هاد الكنترول حاجات بتقفل السكر سواء ده او ده وحاجات كده اذرز ربما تستخدم انت مثلا تسمع ان الناس مثلا بيدوا جلوكوفاج حاجه كده على جنب يعني لكن هو مش مين بص بقى اخر حاجه خالص في جدول من ايام 60 الى كده ايه الجدول ده؟ انا جبت الادويه ناحيه الشمال مين يبص عليهم؟ فينا اشترايت وديوتا اشترايت صح؟ وبعدين سبايرونولاكتون اللي هو الالداكتون والدروسبرينون ده وممكن يبقى معاه اسينايل استراديول اللي هو الديان والسيبروترين اسيتيت ومش عارف السيبروترين اسيتيت مع ايه اللي انا عملته ده؟ انا جبت الانتي اندروجين كله بس انا عامل لونين مين واخد باله؟ الازرق الاثنين دول اللي هم مين؟ اللي هم الفايف الفا ريدكتيف ودول مين؟ طيب الادويه دي مش ممكن استخدمها في الرجاله وفي الستات كله على حسب ماشي وبعدين مش في اف دي اي ابروفد وفي اوف ليبل بص يا جماعه من الناحيه النظريه اي مرض فيه اندروجين اكزيست ينفع استخدم فيه الادويه دي بالشروط بتاعتي اللي هي الشروط بتاعتي الستات تاخد اي حاجه والرجاله ياخدوا مين بس انا بقى في حاجه غريبه جدا دلوقتي كل دواء من دول واخد ابروفال في حاجه محدده يا ترى اي جي ايه مثلا يعني يا ترى هيرشيتيز كده يعني يا ترى اكني فاهمين اللي انا بقوله ده انت فاهم ولا بتبص لي كده طيب فانا دلوقتي بقى عندي رجاله وستات وفي حاجه ابروفد في الرجاله وفي حاجه ايه ابروفد في الستات وحاجه اوف ليبل في الاثنين مين بقى يبص على الجدول ده عندك تكبس وشك بقى في الجدول نبدا بالاف دي ابروفد في الرجاله لو حد ملاحظ مين بس اللي ابروفد في الرجاله فينا اشتراك اللي هو تبع عيله ايه اللي انا ينفع اداله ولا ما ينفعش بص 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 واخد ابروفال في ايه بس في الاي جي ايه عارف لو حد شاطر مين يبص الناحيه الثانيه الاوف ليبل
الديوتاشترايد واخد واخد اوف ليبل انديكيشن في الرجاله برضو في الاي جي اي. الناس فاكره كده معايا؟ اصل احنا الرجاله ملهاش عندنا الا مين الا الفايف الفا ريداكتيز فينا اشترايد ومين هما الاثنين بتوع الاي جي اي. يلا بس ده واخد ابروفل وده اوف ليبل. طب بص باقي الرسمه هنا وهنا مين يلاحظ غلط 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 وانا مصدله كده بالجري. عارف ده معناها ايه؟ اوعى تفكر فيه اصلا. طب الاوف ليبل طب ولو كان كده طب ولو ببلاش ولو عينه ده ما ينفعش خالص. العيله الثانيه دي اللي اسمها انتي اندروجين اللي هي الريسبتور بلوكر دي لا تستخدم في الرجاله خالص. حد رتب دماغه معايا؟ يعني الرجاله دلوقتي لهم عندي دوايين اثنين يا فينا اشترايد يا ايه وهم الاثنين بيتاخدوا في مين في الاي جي اي وخلاص. ده ابروف ده هنا وده ايه اوف ليبل. حد مركز معايا؟ طيب اوعى تجيب سيره. على فكره بقى كلهم سواء فينا اشترايد او غيره ممكن استخدمه في اي مرض انتي اندروجين بس هيبقى اوف ايه. طب استدرج للستات بقى. الستات هنا عندي مشكله. ايه المشكله؟ ان كل الادويه ايه تمشي ولا ايه؟ بس انا عايز اعرف هي واخده ابروفد في ايه. في بقى مفاجاه. مين يبص على المفاجاه دي؟ الفيناشترايد والديوتاشترايد مش واخدين ابروفال في الستات خالص وانما استخدمهم في الاي جي اي بتاع الستات كاوف ليبل. حد ملاحظ؟ يعني اي جي اي اوف ليبل في الستات ماشي. طب باقي الادويه اللي هم مين اللي هم الانتي اندروجين بقى ريسبتور بلوكر قال لك دول واخدين ابروفال في حاجات معينه. يعني مثلا الدروسبرينون ده ابروفد في الاكني بلجاريس والسيبروتينون ده في الاكني بلجاريس وفي الهرشيتيزم صح. طب والباقي واخد اوف ليبل في اي حاجه ثانيه انتي اندروجين. يبقى انا هعمل ايه؟ بس الجدول ده جميل جدا. انت مش هتحس بتفرق بعد ما خلصت الادويه كلها. انت دلوقتي عايز تبدا ادويه ولا عايز اي ولا بس انا عايز اقول لك حاجه. دلوقتي انت في دواء انتي اندروجين هتسال ثلاث اسئله. الدواء ده نوع ايه؟ اول سؤال صح؟ لا. ليه؟ لان لو كان بعد كده شوف البيشنت بتاعي، البيشنت ده مين؟ يبقى دواء عندي ده بس. في مين ممكن تاكل ايه؟ يبقى اول سؤال الدواء ده تبع عندي كاتيجوري العيان بتاعك مين ولا؟ تاني سؤال بقى ايه المرض اللي انا هديه لك؟ لان في امراض ابروفد يعني الادويه دي لو حد ملاحظ كده واخده ابروفال في الاي جي اي في الرجاله واخده ابروفال في الاكل وفي الاكل في الستات. الحاجات الثانيه زي مثلا هيدا نفس الريلاتيف مش عارف ايه كل اوف ليبل يطلع بس مش ايه مش ابروفد. انا اسف الجدول ده على فكره فعلا جميل جدا بس بعد خلص الادويه هتعرف انت الكلام ده خلاص؟ يبقى ما تاخدوش. يبقى انا اي دواء هاخده في الدنيا عايز اعرف تتابع ايه الرجاله اللي بياخدوه وابروف لي في ايه وفي ايه وفي ايه خلاص؟ طبعا مش بتتكلمي انت ولا حاجه صح؟ طيب يلا بقى نبدا بمين في الاول؟